أول شيء أنا اشتغلت فيها زخرفت المساجد عنا بالبلد. زخرفت، كان لي شرف أني أزخرف وأكتب 3 مساجد عنا بالبلد منبج. بعدين صحت لي سفرة طلعت على اليونان، فهني كمان اشتغلت بنفس المجال الزخرفة والتعتيق والترخيم، بس ترميم الكنائس لأنه مساجد ما في، يعني كان في مسجد واحد فقط لا غير، ما في غيره. وبعدين رجعت على سوريا وجيت هلا على عنتاب لهون. جيتي على عنتاب كانت كمان تحدي. وبالي وبالي صرت مثل الحطب، انا يا ويلي انا صرت. اختصيت انا بمجال المرايا، حفر المرايا ورسم على الزجاج، كل اواني زجاجيه. الزخارف هلا نحن متعودين بسوريا، الزخارف الدمشقيه العجمي هذا اللي نشتغله نحن الشامي النافر، فهذا له روح خاصه فيه، طبيعه خاصه فيه، زخرفه هندسيه مع نباتيه بسموه رقش، تعشيق مع بعضه. الزخرف العثمانيه مختصه هي حصرا نباتيه. انا حاليا عم بشتغل الزخرف العثمانيه بروح سورية، هذا الشيء اللي ميزني حاليا. حلمي اني ازخرف مسجد بتركيا بزخرفة عثمانية وخط عثماني بيد سورية، هذا حلمي. هو لسه ما تحقق، بس راح اضل ان شاء الله ورانا بما احققه باذن الله.